محمود، كلمني على وضع الحل اللي تحت الكوبري دلوقتي. احنا وضع الحل بنصلح الكوبري. ده وضع الحال. متدرر من بس نشيل شويه الزباله اللي ورا وخلاص. تمام. بس هو رئيس الحايش اللي انا بس شايف الزباله دي. طب كلمتوه قبل كده عن الزباله دي ومحدش استفاد؟ هم بيجوا يشيلوها كل يوم، الشعب هو اللي بيرمي. الشعب ما عندوش اهميه. ممكن يخلينا قاعدين كده ويرمي الشنطه علينا. ما هو بتاع الحي كل يوم بيجي. كل يوم بيجي يشتغل. مفيش زبالين بيمروا هنا على الشقق؟ مفيش زبالين. هديك وقف دقيقه واحده تلاقي الشعب كله جاي بيرمي. منصور احمد. طب عايز اعرف منك ايه مشكله الزباله؟ المشكله دي احنا كل يوم بنتكلم عليها، وهم كانوا مكلمين ان هم هيشيلوها ومحدش ولا شايل ولا عارف. احنا شغالين، حتى شغالين مخطوبين من الشغل بسبب الزباله دي، بسبب العفانه دي. كل ما يجي المطر ينضف شويه تيجي الناس، نيجي الصبح نلاقيها كلها ملبوسه. محدش قدم شكاوي للمسؤولين؟ احنا معانا مهندس في الهيئه هنا، ومعانا المجاول بتاعنا لما يتكلم مع الناس، وما فيش حد سال ولا حد شال. السقاله دي ده شغل، ما ده شغل مطلوب ان هو يتعمل. لازم يتعمل. اتشالت الزباله هيتعمل، ما اتشالتش هيتعمل. ليه المجاول ما زموش حاجه؟ هديلكم كام يوم في الوضع ده؟ احنا بقالنا اسبوع في الوضع ده من يوم السبت. مش عارفين تشتغلوا؟ ما مش عارفين نشتغل من الريحه، مخنوقين من الريحه ومش عارفين نشتغل. ده احنا في المرار ده لو صاروا عربيتين يحطوا 10، لو صاروا اكتر بنادر على الطريق العرب من الغنم والقرف. البنت عاملاها قلب مفتوح، وكل يوم والتاني عيانين، وبقى في اليوم وبقى في العشرة. محدش من المسؤولين هنا؟ لا محدش مسؤول من المسؤولين بيجي يعمل حاجة. بيسألوا عربيتين والحمد لله على كده. العربيتين بيتحط ادالهم 10. ده حاجة بسيطة. والله يا بني، ده الناس بتعرف تمشي. وهنا أكتر من 5-6 مدارس خاصة. والعيال ما زالت تجيب ابنها الصبح في الكهرباء. وحاجة منظر ما يلبسها.